أهلا بيكم في برنامج دردش مع زياد. في البرنامج بتاعنا هنتناقش في مواضيع كتير، وهنتكلم عن شخصيتنا وإزاي نطور من نفسنا وحاجات كتير مهمة وبرضو مش مهمة. مستنيكم على الانستا تبعتوا لي المشاكل بتاعتكم أو المواقف اللي بتمروا بيها وحابين نعرفها للناس، بس كله من غير اسم طبعا. يلا فضوا على الانستا ويلا نشوف الفيديو بتاعنا. أهلا بيكم في أول حلقة من برنامج دردش مع زياد. موضوع اول حلقه معانا النهارده هي حاجه انا شغوف بيها جدا ودايما بحب ان انا اقرا وابحث عنها. موضوعنا النهارده تحت مسمى نو يور سيلف، او اعرف نفسك اكتشف شخصيتك. ناس كتير جدا عندها، مش عايز اقول اضطرابات، بس حاجات كده بتكون جواك انت محدش عارف عنها حاجه، وانت بتحاول انك تطور من الحاجه دي وانت مش عارف، انت مش قادر، مش عارف تعمل ايه بالظبط. وفي الحلقه بتاعتنا النهارده هيتكلم عن ازاي انت تكتشف نفسك وتظهر شخصيتك للناس. بس قبل اي حاجه انا بسأل نفسي كذا سؤال كده وبجاوب عليهم بكل صدق، ولازم تجاوب عليهم بكل صراحة. انت بتسأل نفسك عن نفسك، فمش هتحتاج تحور في حاجة. تسأل نفسك انا مين، انا بعمل ايه في حياتي، انا عايش ازاي، ازاي بتكلم مع الناس، ازاي بكون صداقات، وهل انا عندي القدرة ان اكون صداقات واتكلم مع الناس. اسئلة كتير جدا انت بس لتعرفها عن نفسك وانا اعرفها عن نفسي، فلازم تجاوب عليها بكل صراحة. حبيت اقولك ان في حاجة مهمة جدا في علم النفس تحت مسمى جوهر ويندو. يلا بينا نشوف. جوهري ويندو أو نافذة جوهري، تقنية بتستخدم لمساعدة الناس على فهم علاقتهم مع نفسهم مع الناس التانيين بس بصورة أفضل. حطها العالم جوزيف لوفت وهارينغتون أنجام سنة 1955، وتم تسميتها باسم جوهري بعد دمج الاسمين جو وهارينغتون. أول ويندو معانا هي بلايند سيلف، دي عبارة عن حاجات الناس عارفها عنك أو شايفها فيك بس أنت مش واخد بالك منها. تاني ويندو هي الأوبن سيلف، من اسمها كده حاجة أوبن، يبقى أنت عارفها والناس كلها عارفها، مفيش فيها أي مشكلة. تالت ويندو معانا هي الهيدن سيلف، يعني حاجات جواك أنت محتفظ بيها لنفسك ومش عايز تعرفها للناس. وآخر ويندو معانا هي الأنون سيلف، دي ملناش دعوة بيها ومحدش عارف أي حاجة عن حد ولا أنت عارف حاجة عن نفسك. وبعد ما شفنا جوهري ويندو يبقى لازم اسال نفسي سؤال، انا مين؟ مين زياد الحقيقي؟ من هو زياد؟ طبعا ما حدش عارف يجاوب السؤال ده غيري انا بس. انت كذلك تعرف تجاوب عن نفسك. ايوه برضو ما فهمتش، انا مين؟ السؤال ده ممكن يكون صعب شويه لبعض الناس. عايز تعرف انت مين بجد، ارجع كده سن 4 أو 5 سنين لسن ابتدائي، هتعرف انت مين بالظبط. انا عن نفسي كنت شخص مش عايز اقول انطوائي شويه، بس كنت خجول الى حد ما، وبرضو ما كنتش خجول الى حد ما، انا كنت خجول جدا جدا جدا، ودايما ما كنتش احب اتكلم مع ناس ما اعرفهاش، انا بس مع دايره معارفي مع قرايبي مع اصحابي بس اللي انا بحبهم بتكلم معاهم على طول، ودايما ما كنتش احب اتكلم مع الناس خالص. يبقى دي بالظبط كده هي شخصيتك الحقيقيه. لكن لو انت حبيت انك تعرف سواء انت طورت من نفسك ولا لا، يبقى تعمل مقياس كده ما بين شخصيتك زمان وشخصيتك دلوقتي. لو انت جيت سالتني انا كنت كده من قيمه 4 أو 5 سنين هقولك لا طبعا. وطبعا الدليل بتاعنا ان انا بتكلم قدامك على يوتيوب ومش خايف من اي حاجه. يبقى قارن بين نفسك زمان ودلوقتي وشوف انت تقدر تكون صداقات، تقدر تفتح مواضيع مع الناس، شوف سواء انت اتغيرت عن زمان او لسه زي ما انت او طورت من نفسك. الناس شايفينك ازاي؟ وده السؤال بتاعنا النهارده. السؤال ده زمان كان دايما بيسبب لي مشاكل كتيره جدا، لان طبيعي جدا كلام الناس مش واحد وارائهم مختلفه، بس انا طبعا زمان كان كلام الناس دايما بيأثر عليا، وطبيعي جدا مش كل الناس بتحبك ومش كل الناس بتكرهك، فاكيد هتسمع كلام يفرحك وكلام يزعلك ونقد بناء ونقد هدام. يعني مثلا زمان انا افتكر لو حد كان جاي يقول لي انت شخصيتك فيها عيب كذا او عندك مشكله كذا انا كنت بزعل وبتضايق، لكن دلوقتي لو جه حد قال لي انت شخصيتك فيها حاجه مش مظبطه او فيها مشكله، بالعكس انا بفرح جدا وبشتغل على نفسي عشان اطور الجزء ده عندي. باختصار انا زمان لو اي حد كان قال لي كلمه واحده وحشه كنت بقعد باليوم الاثنين باكلش وافضل زعلان على طول. لو جيت اقارن بين نفسي من 4 أو 5 سنين ودلوقتي اكيد الاقي في فرق كبير جدا. زمان كنت بزعل من اقل حاجه، لكن دلوقتي لو حد انتقدني نقد بناء بالعكس بكون فرحان جدا، ودلوقتي لو حد انتقدني نقد هدام وداخل يشتم فيا ويقطع فيا انا بكبر دماغي منه. وشخصيتك الناس بيعرفوها عن طريق اول تعامل. خلاص تمام، قارنت بين نفسك زمان ودلوقتي واشتغلت على نفسك وطورت من نفسك، مين هو الشخص اللي انا عايز اكونه؟ السؤال ده اجابته مش عندي انا، عندك انت مع الوقت مع المواقف مع الخبرات. يعني مثلا زمان انا كنت دايما بتوتر من اقل حاجه، مش بيكون عندي ثبات انفعالي، لكن الحمد لله ما عادش في توتر دلوقتي، بس اكيد اللي هو التوتر الطبيعي بتاع اي حاجه، وبقى عندي ثبات انفعالي. بس الحاجه الوحيده اللي ما اتغيرتش هي الضغط، ودايما لما بدخل اي امتحان اي مشكله بتعدي عليا اي موقف في حياتي دايما باخدها على اعصابي. طبعا ده غلط ان اخد كل حاجه على اعصابي لان ده بيسبب لي ضغط كبير جدا عليا، بس طبعا في الضغط والمواقف والشده بتظهر شخصيتك.
خلاص الكلام بتاعنا النهاردة، قارن بين نفسك زمان ودلوقتي، قارن بين نفسك دلوقتي ومن 3 أو 4 سنين فاتوا، وشوف وقيم نفسك ترى انت اتطورت ولا لسه زي ما انت. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص، يا رب يكون عجبكم. وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده واشتراك في القناة، وطبعا ما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام وبعت لي المشكلة بتاعتك، وان شاء الله نصور عنها فيديو مع بعض ونحلها مع بعض. وما تقلقش مش هطلع اي اسم خالص، فعيش حياتك وبعت اللي انت عايزه. فيديو النهاردة خلص، اشوفكم على خير.